النهارده توك هتبقى within the next few minutes عن medical entrepreneurship. انا عارف ان هو ده السؤال الاولاني، انه يعني ايه اللي احنا بنتكلم فيه. جميل، وحتى يعني الامتياز والقاعدين مش عارفين ايه هو ده، صح؟ الامتياز مفيش مشكله، احنا بس استاذنكم ان احنا هنخلي questions في اخر التوك، فاوعدك ان انتوا تطلعوا عارفين يعني ايه medical entrepreneurship. نتكلم عن learning process في الاول، اللي هي السلسله الطبيعيه للتعليم، صح؟ حضرتك اتولدت للاسف طفل مصري، فعند سن الخمس سنين قرروا ان هم يدخلوك مدرسه زي اي حد، وهو ما اختلفش. بدات تخش المدرسه في الاول سنه ورا سنه، بتنجح تطلع الاول على الفصل، ربنا بيكرمك تخش السنه اللي بعدها. على ثالثه رابعه ابتدائي بدات تظهر بشاير انه اهلك فرحانين بيك لان انت طفل مبشر جدا شاطر، فبداوا يكملوا معاك ويشجعوك على الموضوع، وانت فرحان بنفسك في ابتدائي طبيعي. دخلت اعدادي برضه نفس القصه لسه ماشيه، لغايه ما جينا عند مرحله الثانوي جه السؤال المعتاد، يا ابني انت شاطر تخش علمي علوم ولا علمي طب ولا هندسه، صح؟ السؤال المتعارف عليه في كل بيت، ايه الاحتمالات التانية ليك؟ يعني هتخش ايه؟ انت طول عمرك الاول على الفصل، هتعمل هتروح فين تاني يعني، صح ولا لا؟ ده السيكونس مع كل الناس اللي قاعده قدامي دلوقتي بكل السنين بتاعتي، وهو ده نظام التعليم المصري. ربنا كرمك دخلت علمي علوم وجبت مجموع طب، وللاسف دخلت طب، وبدات الانبوبه اللي احنا ماشيين فيها لسه مكملين فيها، هي نفس الانبوبه واحنا ماشيين، احنا ما بنقولش لا. دخلت اول سنه ربنا كرمك ونجحت، دخلت ثاني سنه، ثالث سنه، رابع سنه، قررت من الكليه هتكمل المشوار ازاي؟ ما هو ما بيعملوا ايه يعني؟ ربنا كرمني طلعت من الاوائل فخدت نيابه فبقيت نايب، فحضر الماجستير، خلصت الماجستير بقيت مدرس مساعد، خلصت بقيت خدت حضرت الدكتوراه بقيت مدرس، واكمل بقى في السيكونس. ما فيش طيب ربنا ما وفقنيش قوي بس نجحت الحمد لله وتقدير كويس وكل حاجه ما فيش مشكله، فحضر الماجستير بتاعي برضه. بعد ما خلصت الماجستير هتعمل ايه؟ هشتغل افتح يعني اشوف بقى البرايفت بتاعي وحالي واشوف انا عايز اعمل ايه، او اكمل الدكتوراه ربنا كرمني، عملت معادله مثلا في السكه. هو ده السيكونس اللي احنا ماشيين فيه كلنا، يعني كل الناس اللي قاعده دي ده السيكونس اللي احنا ماشيين فيه، وده اللي احنا مش هنتكلم عليه في المحاضره دي، وهو ده الميديكال انتربرينورشيب. يعني احنا بنتكلم عن حاجه بره القصه دي خالص، بره السيكونس المالوف اللي احنا ماشيين فيه. طيب ثرو سيكونس التعليم او ليرنينج بروسيس اللي احنا ماشيين بيها، لو حد كان جاوب على سؤال في الامتحان بالمنظر ده كان بيترد عليك قال له كان طفل متخلف. يعني اللي بيجاوب اجابه زي دي في الامتحان ده واحد ياخد صفر، ما فيهاش ما فيهاش حاجه، صح؟ يعني ده كان واحد ما بيتقدرش، لانه نظام التعليم بتاعنا على احسن الاحوال على احسن سيكونس احنا وصفناه ان هو كان بيطلع واحد عباره عن ساينتست. يعني ايه؟ يعني واحد بيتنمي فيك من يوم ما انت دخلت المدرسه وانت عندك خمس سنين لسه ما بتعرفش تتكلم لغايه ما خلصت الجامعه ومعاك بكالوريوس، انه انت متربي عشان دماغك دي متكلفه، فانت من اول للاخر ماشي عشان دماغك. فتحولنا كلنا من الاول للاخر لكائنات عايشه وجسمها ده عايش وبنتحرك مش عشان اي حاجه غير عشان احنا بنخدم دماغنا. فبقى بيقول لك ان دكتورز دول هم عباره عن كائنات حيه عايشه عشان دماغها مش عشان اي حاجه تانية. يعني انت بتاكل وبتشرب عشان دماغك تفضل عايشه، بتتحرك عشان دماغك تروح من مكان لمكان. عمرنا ما نظام التعليم عندنا كان بيقدر فكره ان حد يكون عنده موهبه ثانيه او عنده تالنت يقدر ينميها فيها. انا ممكن دماغي دي ما تكون ما بتفهمش اي حاجه، بس انا عندي رجلين ميسي، فانا تمني اغلى من اغلى دكتور، صح؟ انا ممكن يكون صوتي ده بيديني ادفانتج ثانيه خالص فبغني حلو جدا،
ما كانتش عمرها ما كانش في حاجه اسمها حصه موسيقى في المدرسه مثلا الموسيقى في الكليه صح ما كانتش بتحصل بيحصل ان واحد مثلا عنده كوميونيكيشن سكيلز فاحنا ممكن نلعب له على الحته دي او ممكن ان احنا ندخله ما كانش في واحد مثلا حلو ان هو يخش كليه زراعه لانه احنا ما بنحترمش فكره الاختلاف ربنا خلقنا مختلفين احنا ليه كلنا بنفكر نفس التفكير ليه بنفكر انه لا طالما انا شاطر يبقى انا ممكن ابقى شاطر بس مش شاطر بس دي يعني مش دماغي بس هي الحاجه الوحيده اللي ممكن اعمل حاجات ثانيه طيب ايه الحاجات الثانيه اللي ممكن اعملها يعني هو ايه يعني السؤال اللي انتوا كنتوا بتسالوه في الاول احنا بنتكلم التوك بتاعتنا كلها عن ميديكال انتربرينورشيب هو ايه هو الانتربرينورشيب يعني تعريف الانتربرينورشيب باي ديكشنري يعني هو someone who can seek opportunities and implement ideas يعني ايه يعني واحد بيدور على الفرص بياخدها الفرصه اللي هيلاقيها هياخدها ايا كانت ما عندوش مشكله وفي نفس الوقت الايديا اللي بتيجي هو يعرف ازاي ينفذها هو بيعرف ينفذها كويس قوي طيب سؤال هو ده تعريف الانتربرينور شيب الحقيقه لا الحقيقه هو ده يعني كمان اندر استيميتنج لفكره الانتربرينور شيب جدا يعني ايه فكره الانتربرينور شيب دي فكره الانتربرينور شيب دي يعني حاجه في حياتك انت بتتحرك بيها او بتمشي بيها انه انت عايش لفكره في حاجه في دماغك او في فكره او في حلم انت هتعمله فبالتالي هو الفورس اللي جواك اللي بتحركك هي الباشن اللي بيخليك كل يوم تصحى من النوم الصبح تقول انا عايز انزل الشغل انا عايز انزل اروح الشغل انا لان انا بحب اللي انا بعمله ده هي الانرجي اللي موجوده جواك انرجي دي اللي انت ما بتحسهاش ما بتلمسهاش بتتحرك من شكل التاني يعني بتخليك في مره تكلم حد وفي مره تتخانق وفي مره تعمل الانرجي دي متغيره بس مش ملموسه هي انتيتي في حد ذاتها يعني هي في حد ذاتها شيء يخليك تبدا تتحرك في حياتك طيب اوكي خلينا نقول انه تعريفها في البيزك او في كتب البيزنس كلها او لما بيتكلموا عنها او المانجمنت عن انها 10 ديز فبيقولك انها بتبدا بدريم فالانتربرينور ده واحد عنده دريم حاجه ثانيه هي ديتيرمايند ديديكيتد ديفوتد Decisiveness, dollars, ايه dollars, فلوس, details, خلينا نمسك واحدة واحدة فيهم، أول حاجة dream، احنا اتفقنا إنه الانتربرينور ده، entrepreneurship هي is all about the entrepreneur، يعني about يعني هي مش كيان كبير، هو فرد، entrepreneur واحد، بس الشخص ده عنده حلم، يعني في حاجة في هدف، في حاجة هو رايح لها، هو مش واحد ماشي وخلاص، ففي هدف معين هو رايح. الشخص ده ديترمايند على الموضوع ده يعني هي دماغه ما بيفكرش في حاجه ثانيه غير ده ديفوتد وقته كله هو مفرغ حياته للحاجه دي هو يعني وقت ما قال ان هو هيعمل الحاجه دي يبقى الحاجه دي هي اللي بيعملها ما بيعملش حاجه ثانيه ديسايسيفنس هو بياخد قرارات بسرعه قوي ودور يعني وانس ان انا جات لي الفكره خدت القرار انا هنفذه انا هشتغل هعمله انا مش بتكلم بس بي كير اباوت ذا ديتيلز طب ايه فكره الدولارز دي يعني هو محتاجه فلوس تعرفين مين الانتربرينورز يعني نضرب اكزامبلز على مين انتربرينورز في العالم معروفين حد مثلا زي نجيب ساويرس حد مثلا زي ستيف جوبز حد مثلا زي مارك زوكربيرج حد مثلا زي ريتشارد برانسون الناس دي they are entrepreneurs تفتكروا ايه اللي بيجمع الناس دي كلها فلوس صح فلوس الناس دي كلها مع فلوس فبالتالي يعني بتتكلم على انتربرينور يبقى انت بتتكلم على فلوس يعني انت عايز فلوس الموضوع بسيط صح اكشلي لا الموضوع مش كده ما هو في ناس معاها فلوس ما ذكرتش في الاسامي دي ممكن اقول يعني احنا ليه قلنا مثلا نجيب سويس ما قلناش واحد زي محمد ابو العنين ما هو ده معاه فلوس وده معاه فلوس بس ده انتربرينور ده لا طب ما ايه اللي بيجمع الناس اللي احنا قلناها دي او ايه الفكره اللي فيهم هما الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي دولارز از نيفر ا بروبلم يعني هو الفلوس بالنسبه له عمرها ما كانت ايشو مش عشان هو معاه فلوس عشان انت لما بيبقى عندك الفكره اللي انت عايز تجيب بيها فلوس انت هتجيبها يعني الفلوس مش هي الاوبستكل عمرها ما كانت هي الاوبستكل قدامك يعني دايما ما بيبصش للفلوس احنا عايزين نعمل كذا يبقى هنعمله طب هتتكلف كام مش مهم معاك منه كام مش مهم بس هنعمله وهو ده التفكير اللي الانتربرينورز بيفكروا في حاجه ما بين الاثنين انه
لما بتبقى حاجه صعبه كل حاجه في الدنيا صعبه، مفيش حاجه في الدنيا سهله. لو حد يعني قال انه الدنيا بسيطه وجميله وورديه، لا عمرها ما كانت كده، فدايما فيها اوبستكلز. بس في حد لما تشوفه يقول لك ايه، بص هي صعبه جدا بس ممكن نعملها. في حد تاني يقول لك احنا ممكن نعملها بس هي صعبه جدا. هو ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ مع ان هما نفس الكلمتين، يعني انتوا لو خدتوا بالكم من الجمل انا ما استعملتش حرف زياده هنا ولا حرف زياده هنا. بالظبط كده، هو في واحد شايف الصعوبه وبعدين شايف ان هو يقدر يعملها فوق الصعوبه، يعني قال هي صعبه بس ممكن نعملها. التاني قال احنا ممكن نعملها بس هي صعبه، فحط الصعوبه فوقيها. هو ده الفرق. الفرق ان واحد دايما شايف ان مفيش مستحيل، هو صعب بس احنا هنقدر نعمله. التاني شايف لا، انه ازنه هو صعب يبقى احنا مش هنقدر نعمله. دي الناس اللي هي الاكزامبل اللي احنا كنا وريناه في الـ في الـ في الـ في الامتحان ده، الطالب الطفل الصغير اللي كتب لو عايز تشيل لو عايز تحول السنتيمترز لمتر تعمل ايه؟ قال له نشيل السي والاي والان والتي والاي بقت متر. يعني هو ما حددلوش وهو عنده حق، هو ده واحد بيفكر اوت اوف ذا بوكس. وهي دي الفكره، انه لما تيجي تفكر از ان انتربرينور ما ينفعش تفكيرك يبقى كونفنشنال، يعني ما ينفعش افكر زي ما كل الناس بتفكر، ما ينفعش افضل ماشي في الانبوبه اللي كل الناس ماشيه فيها. لو انا خلصت ابتدائي دخلت اعدادي هو نفس الانبوبه وكل الناس اللي قاعده ماشيه فيهم ما فيهاش اختلاف. يو هاف تو بوش الليميتس في تفكيرك. طب بوش الليميتس ازاي؟ يعني هو معلش بس اديني اكزامبل، يعني خلينا نتكلم كلام كده واقعي بس ما يبقاش كلام جزافي. يعني ايه بوش الليميت في تفكيري؟ يعني فكر بعقل غير عقلي. لا، هو عقلك وهو تفكيرك بس هي ممكن تحط افكار ثانيه. احنا كلنا اتخلقنا، يعني ربنا خلقنا كلنا 46 كروموزوم صح، نفس الجينات، مفيش حد عنده ايد زياده رجل زياده، يعني الحمد لله كله كويس صح. كلنا بني ادمين بنفس الشكل بنفس الهيئه بنفس الجينات، بنختلف ليه؟ يعني ليه ربنا خلانا ليه كل واحد ليه تفكيره، كل واحد ليه تفكيره، كل واحد بيكسبيرمنت الانفايرمنت اللي حواليه بشكل مختلف. يعني يبدا ياخد الـ 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 الفكره اللي قدامه يبرسيفت بطريقه غير ما انا بيرسيفت. انت بتبص، يعني الاكزامبل الشهير جدا انه حد يبص على نص الكوبايه فده يقول لك ده نص الكوبايه مليان، والتاني يقول لك لا ده النص الفاضي. هي نفس الكوبايه بس كل واحد بيشوفها بطريقه ثانيه، كل واحد بيشوفها من انجل مختلفه. هي دي نفس الفكره، ان انا بوش الليميت بتاع تفكير، ان انا ابدا افكر بره الانفايرمنت بتاعتي، مش بره دماغي لا، بس ببرسيفت بطريقه مختلفه. معلش كل الكلام انت بتقوله ده جميل حلو يعني ظريف، بس اكزامبل بقى قول لي يعني نعمل ايه. تعالوا نفكر كده بطريقه كونفنشن. لو احنا اتكلمنا على اللي احنا فيه دلوقتي ده بطريقه كونفنشن، التفكير الطبيعي، هو احنا اللي احنا عاملينه ده ايه دلوقتي؟ او ده حاصل ايه؟ مؤتمر صح. المؤتمر ده عشان يحصل محتاج ايه؟ محتاج حد بيتكلم، سبيكر واقف هنا صح، محتاج مكان ومحتاج ناس مظبوط. في بقى شويه حاجات متطلبات عشان نعمله هنا بقى، ان تعمل بابليكيشنز وتجيب الناس وتظبط وتحضر، مظبوط ولا لا؟ طيب ايه رايكم لو فكرنا بطريقه نون كونفنشنال في نفس الموضوع ده؟ طيب ازاي يعني ايه الطريقه النون كونفنشنال لحاجه زي كده؟ هو الثلاثه اليمنتس دول، لو فكرت في الاليمنت الاولاني اللي هو الناس، ايه رايك لو قلت الناس اللي جايين دول يحضروا؟ انا هروح لناس اوريدي موجودين. يعني هتروح لناس اوريدي موجودين فين؟ يعني عملته في محاضره مثلا ما بين المحاضرتين، ايه رايك؟ مش هو الناس موجودين والمدرب موجود والناس قاعده، فانا عملته في النص ما بين المحاضرتين، يبقى انا كده ما عملتش مجهود ان انا اعمل بابليكيشن، ما عملتش مجهود ان انا اجيب الناس، الناس اوريدي موجوده، ما عملتش مجهود ان انا احجز المكان واظبط واعمله القصص، هو المكان اوريدي موجود، يبقى انا كده. طيب نيجي للعنصر الثاني اللي هي الناس اللي بتتكلم. طيب الناس اللي بتتكلم دي انا هجيبها صح؟ طيب ايه رايكم لو بدل ما جبناها احنا وحدنا التوك، يعني بقت حاجه يونيفايد، فبقى اي حد بينزل يقول التوك دي، وهنا لغيت فكره الايجو، لغيت فكره انها بتاعتي، لا هي مش بتاعتي، هي بتاعت اللي بيقولها، فاي حد بينزل يقولها صح؟ طيب رايك فكره ثالثه ان احنا ما بدناش حد يقولها، احنا عرضناها فيديو مثلا. طيب ايه رايك لو جبنا سبونسر للموضوع؟ طيب ايه رايك لو احنا عملناها بيزنس؟ شوف احنا بدانا بايه، احنا بدانا بولا حاجه،
فبدأ الموضوع يكبر معانا فكرة في فكرة أو خطوة في خطوة، فبدأنا نفكر وصلنا للموضوع ده. فأي حاجة، أي حاجة في الدنيا أنت عايز تفكر فيها بالطريقة دي ينفع تفكر فيها بالطريقة دي، ينفع تبدأ تعملها خطوة في خطوة. يعني ينفع عمر الفكرة اللي هي بتيجي مجنونة جدا ما بدأت بالشكل ده، هو الانتربرنور ماشي خطوة بخطوة معاها لحد ما وصلت للمرحلة دي. فلما جيت تسمع عن واحد قال لك ايه، بص اصل انا بفكر ان انا ابني، نبيل سويرسي جه بفكر ان انا ابني كومباوند على الألبس، هو بيبنيه فعلا في سويسرا وبيبيعه مش بيهرج، كومباوند على الألبس، ابني بيوت على جبال الألب يعني من فوق، بقى فوق السحاب، عايش فوق السحاب نبيل سويرسي، هو بيعملها فعلا. فانت بتسمع الفكره دي دلوقتي هتلاقيها عامله ازاي؟ ده مش جنان، ده عدى مرحله الجنان صح؟ ايه رايك لما تفكر في واحد زي ريتشارد برانسون بيقول لك ايه؟ انا هعمل رحلات سياحه للقمر. فبدا يشتري سفن فضاء يعني ويطلعها للقمر. عايز تروح دريم بارك صح؟ مش على خط الموضوع. فالفكره لما تسمعها دلوقتي تلاقيها مجنونه جدا. جدا يعني ايه اللي بيقوله ده؟ بس هي مشيت معاه كده. هي هو ما طلعش في لحظه قال لك احنا هنعمل كده فهنعمل، هي مشيت خطوه بخطوه كل الحاجات دي كلها. وانس ان انت وصلت للكلام ده، وصلت بتفكيرك للمرحله دي كلها وبقيت ديفوتد واشتغلت وديترمايند وبدات عملت كل الكلام ده، يبقى يفضل لك الدستني بتاعك انه لازم دي تبقى هي مصيرك، ما عندكش اختيار تاني، وتبدا تديستريبيوت الايديا بتاعتك دي. ما انت عندك فكره، انت صاحب فكره، هو الانتربرينور ده واحد صاحب فكره. الفكرة دي انت تبدأ توزعها، تبدأ تنشرها وتشوف مدى استجابة الناس للفكرة دي ايه. ما هي قد تنجح وقد تفشل. هو انا ممكن افشل يعني؟ هو الانتربرنور ده بيفشل يعني الناس دي بتفشل؟ دفنت بتفشل. when you are in يعني an entrepreneur، يبقى فكرك الاساسي في الموضوع انه you have to embrace the F word، the F word المؤدبة اللي هي failure. لازم تتقبل الفشل بكل صور، ملهاش حل تاني. لازم تتقبل انه انا هفشل وهجرب تاني وهفشل وهجرب تاني. كل الستارت ابس اللي سمعتوا عنها كانت في الاساس فيها حاجات فشله كتير جدا. ما كانش حد عمره سكته ناجحه يعني. بس لازم يبقى جواك دايما الفكره انه انا هبدا وهشتغل وهعمل وهجين الاكسبيرينس دي. اوكي طيب، كرياتيفيتي هو اللي انت بتتكلم فيه ده كله معناها ان انت لازم تبقى كرياتيف ولا ايه؟ صح؟ طيب الناس اللي قاعده هنا كم واحد حاسس ان هو كرياتيف؟ اللي حاسس ان هو كرياتيف يرفع ايده. طيب اللي حاسس ان هو مش كرياتيف يرفع ايده. اوكي طيب، مبدئيا الناس اللي ما رفعتش ايديها طبعا والناس اللي رفعت ايديها، هسالكم ثلاث اسئله. السؤال الاولاني، انتوا جربتوا تطبخوا قبل كده؟ طيب السؤال الثاني، جربت تقعد في بيتكم كده تقول وانت قاعد تتفرج على التلفزيون ما تجيب الكرسي ده اسند عليه مثلا ولا حاجه، طب حط الحاجه على الكرسي ده، عملتها قبل كده؟ عملتيها يعني؟ عملتي الموضوع ده قبل كده؟ ده سؤال. عملت شو قعدت تتفرج على التلفزيون في بيتكم؟ يعني أنا جزء في السؤال مش فاهمه، قعدت تتفرج على التلفزيون في بيتكم وانت قاعده قلتي مثلا ايه، طب ممكن اجيب الكرسي ده هنا اسند عليه رجلي؟ السؤال الثالث ده اكيد عملتي، حد جرب يلبس نفسه؟ يعني يلبس كده، يلبس هدومه مش حاجه ده جربته اكيد صح؟ لا مش عايز اوصلك للابداع، عايز اوصلك لفكره ان كل الاكشنز اللي انت عملتيها دي هي مش ابداع يعني، هو كلنا بنعملها بس هي مش ابداع، بس هي كرييتيف في حد ذاتها. يعني ايه؟ يعني انه حضرتك نقيتي الشرب ده على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ مثلا البلوزه دي، على البنطلون اللي انت لابسه مع القميص اللي انت لابسه، هو ده في حد ذاته نوع من انواع الكرياتيفيتي. فالكرياتيفيتي دي موجوده جوانا كلنا يعني، بغض النظر عن اي حد فينا هي موجوده، بس هي بتختلف من واحد لواحد. بتختلف بقى درجات الكرياتيفيتي دي من حد لحد. ممكن حد يبقى كرياتيف في اي حاجه في الدنيا وحد يبقى لا الدرجه بتاعته اقل شويه. بس هو اللي احنا عايزين نوصل له من الموضوع انه كرياتيفيتي مش مهم، لان مش هي الانتربرينور شيب. هو الانتربرينور ده انتوا فهمتوا من كلامي ان هو لازم يبقى صاحب بيزنس، يعني لازم يبقى هو الاونر بتاع بيزنس، هو اللي بيعمل يعني الناس دي هي اللي. هل كده؟ لا مش لازم.
انتربرنور ده ممكن يبقى شغال في مؤسسه بس هو انتربرنور، هو تفكيره انتربرنور. واحنا اتفقنا يعني ايه انتربرنور بالتعريف؟ واحد بينتهز الفرص، واحد بينتهز الفرص.